تفاصيل صغيرة ولكن الطعم جديد، وطبعا بأفكار بسيطة وسهلة نقدر ان احنا نخترق اي مطبخ سواء من الريف المصري او الصعيد المصري ونجيب اشهر الاكلات اللي موجودة مع الناس الطيبة. تعالوا مع بعض نعمل ازاي الكشك الصعيدي، وايه الفرق بين الكشك الاحمر والكشك الابيض، هل نفس المكونات، هل نفس الطعم؟ التفاصيل دي هنعرفها مع بعض النهاردة، بما ان الكشك الصعيدي له مذاق خاص وخاصة بالقمح المجروش او المدشوش. المقادير على الشاشة. قمح او الكشك الصعيدي بيتجاب من الناس الطيبين اللي بيبيعوه طبعا، موجود معانا وتقدر تعمليه في البيت، بس بياخد منك وقت وعايز مكان مشبس والجو ده كده، فانت بتشتريه جاهز زي الفل، وده سعره في متناول الجميع. ومعانا طبعا كبد فراخ، يعني شويه نص كيلو، شويه حلوين كده، انا عايز اعملهم جرنش للطبق، سواء بدل صدور الفراخ او بدل الفراخ زي ما انت حابه، ممكن تحط لحمه مفرومه. معانا كمان بصل وطماطم وتوم، وما تنسيش البهارات بتاعتك، ملح وفلفل وبصله متقرمشه على وش طبق الكشك، ودي عنوان الكشك، البصله المقرمشه زي ما هي عنوان طبق الكشري كده، هي كمان بتكون عنوان طبق الكشك بتاعك. مقادير بسيطه ولكن الطعم مختلف وطعم مميز. اول حاجه هبدا في تحمير البصله. نجيب بصلايه حلوه كده بنقطعها كاريهات صغيره. يعني ايه كاريهات؟ يعني مكعبات. بالشكل ده كده. حلو. وبناخدها في معلقه سمنه بلدي حلوه. بيكون عندك شوربه فراخ على النار بتغلي، او شوربه لحمه، شوربه بط، شوربه وز. اهم حاجه انك تخدمي على شويه الشوربه بتوع الكشك. ينفع يتعمل بميه يا شيف؟ يتعمل، مفيش اي مشكله. على فكره الكشك ممكن يتاكل حلو، ممكن بدل ما ناكله حادق يعني ممكن ناكله حلو عادي خالص، يتعمل باللبن او بالحليب ويتحط له سكر او عسل. جربيه. الاكلات دي من الاكلات الشتويه اللي معروفه طبعا في الريف المصري والصعيد المصري. ادي البصلايه الحلوه الناعمه، معلقه سمنه حلوه على النار، مع طاسه شديده الحراره بالشكل ده كده. بناخد البصلايه الحلوه نحطها كده ونحمرها، اللهم صل على النبي. والبصلايه على النار بتبلها تتبيله حلوه علشان كمان عينيا وريحه البصل. تحميره البصله ولون البصله وشقاوه البصله بيتوقف عليها الطعم. اللهم صل على النبي، حلو قوي. لازم تتقطع كاريهات بالشكل ده كده. شويه البهارات بتاعتنا يا عم الشيف، ايه يعني شويه بابريكا. انا عايز طبعا ايه اهتم بشويه الشوربه. ايه الفرق بين الكشك الابيض والكشك الاحمر؟ الكشك الابيض بننقع الكشك في لبن رايب او حليب، وما بتحطلوش طماطم ولا معجون طماطم. الكشك الاحمر بيتنقع الكشك في ماء مغلي او ماء دافي ويتحطله طماطم او معجون طماطم، الاثنين مع بعض. البهارات انا بهرت البصله الحلوه الجميله بالشكل ده كده. اخواننا في الريف المصري والصعيد المصري اللي شايفيني دلوقتي ومتابعيننا على القناه الاولى، بالتاكيد لهم تفاصيل تانيه خالص لعمل الكشك، فسامحوني انا بعمله بطريقه بسيطه كده وسهله عشان كمان المبتدئين في المطبخ، وهي حاجه جديده. بصلايه خدت لون، خدت طعم، خدت شكل تاني خالص اهي. دي البصلايه الاساسيه. لو بتعملي بالفراخ هتجيبي صدر فرخه وتقطعيه مكعبات وتحطيه مع البصلايه يتحمر. لو بتعمليه باللحمة هتجيبي لحمة وتقطعيها مكعبات وتسويها مع البصل اللي بتتحمر، وهكذا. طب هتعمل ايه يا شيف دلوقتي؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد كبد الفراخ اللي عندنا دي كده تاخد الصدمة في الزحمة دي، ايه رأيك؟ شفتي بقى المطبخ؟ دي كبد فراخ حلوة. بفتح الديب فريزر لقيت شوية كبد فراخ، كنت جايبة فراخ وخدت الكبد شلتها على جنب، فباخد الكبد دي كده يا عم الشيف بديها صدمة في الزحمة. ايه الزحمة؟ البصلايه بالتوابل اللي انا تبلتها من شويه. ده المطبخ ازاي تقدر تعمله سفره لطيفه حلوه جميله. اللهم صل على النبي. حلو قوي. هنقلبهم بالراحه كده واقول لك على تركيه حلوه دلوقتي تخلي لك الكبده بشخصيتها. بص بص الحلاوه. اللهم صل على النبي. لسه ما خلصتش، شوف التركيه اللي جايه. هو ده غطى الحله. الله، شقشقة مية صغير من الشوربة اللي عندي. ركزوا في التفاصيل الصغيرة دي كده اهو، تفاصيل صغيرة المعنى كبير والطعم جديد. بص على الحلاوة، بص على الشقاوة، بص على الشقاوة يا رايق. اقفل الحلة يا ويلي يا ويلي.
في ابداع هنا. عملت الحركه دي ليه يا ابو غازي؟ انا مش عايز الكبده تنشف معايا، عايز الكبده دي الكبد الفراخ يعني تاخد شكل حلو كده بشكلها، واحافظ على الماده الزلاليه اللي موجوده فيها اللي هي الكتل الدمويه علشان ازيد بيها الكشك بعد ما اغرفه. حطيت شويه الميه دول وهشوف الكبد دلوقتي لونها اتغير. اهي بص على الحلاوه. حلو قوي زي ما هي كده. وهنجيب طبق جانبي نشيل فيه الكبد، ناخدها من قلب الشرب. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص على الحلاوه. طبعا عندنا الكشك ده منقوع في شوربه، ممكن تنقعيه في ميه دافيه او في شوربه زي ما انت عايزه. لو هتعمليه ابيض بتنقعيه في لبن رايب او حليب، انما لو هتعمليه بالاحمر احمر بالطماطم هيتنقع فين؟ في ميه او شوربه. ده جاهز معانا. نبص على الكبد بقى اخبارها ايه؟ يا حلاوه. بص على الحلاوه وصلى على الحبيب. هو دي الكبد اهي. لو قعدت تحمريها من دلوقتي هتتهري معاكي ويبقى شكلها مش لطيف. هناخد الكبد بعد ما خدت الصدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. على الحلاوه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هنزين الكشك بتاعنا بالكبد الحلوه دي كده. شوف الحلاوه بقى، شوف الحلاوه. ومكان كبد الفراخ والبصلايه الحلوه هنزل بالطماطميه الحلوه، وهنزل بمعجون الطماطم، وهنزل بشوربه الفراخ اللي عندي عشان اجهز الشوربه بتاعه الكشك. ننزل بالطماطميه الحلوه دي كده. هو ده الكلام. اللهم صل على النبي. ناخد معجون الطماطم وننزل. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ طبق كشك بيتكلم صعيدي. شه قوي طعم. شفت الصلصه دي؟ شفت الشقاوه دي؟ الله. هي دي. شفت انا بعمل ده؟ شغل جامد قوي على فكره، شغل يتدرس في الكتب. الله، لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. هنعمل ايه من قلب الصلصه دي يا مغازي؟ نحضر احنا للبرزنتيشن الشكل. عشان ده هنزين بالكشك. حلو قوي. زائد ان في بصلايه احمرها، اخلي دول على جنب وننزل بالشوربه بتاعتنا الجميله الحلوه دي. شوربه فراخ عندنا، شوربه بط، شوربه وز، الشوربه اللي عندك، شوربه لحمه كنت عامله ملوخيه لاولادك امبارح. اخدها. خلص الكشك عندنا. الكشك احنا محضرينه وجاهز اهو زي الفل. هينزل في قلب الصلصه دي يا عم الشيف، ونسيبه ياخد غلوه والتانيه والتالته. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ الكشك سهل جدا. انا بروح اخد ولادي واروح اكله عند ماما عادي، ايه المشكله؟ فرصه حجه. الكشك بتاعك حلو يا حبيبتي وتسلم ايدك، بس ماما كده له تركايه كده جميله، ما تيجي نزورها وناكل الكشك عندها؟ ده ما يمنعش. شفت الصلصه الجميله الحلوه؟ اللهم صل على النبي. نظبط الملح بتاعنا. هو ده الكلام. حلو، شويه كشك زي ما قال المغازي. نقلب كده. هو ده. استنى شويه هسه على الشوربه دي ما تغلي، خلي بالك لازم تتسبك وتغلي عشان ننزل عليها بالكشك. على هي ما تغلي تعالوا نعمل البصله المقرمشه اللي هي مشكله اي طبق كشري لغايه دلوقتي. بنلاقي البصلايه على وش الكشري مش مستويه، نلاقي البصلايه على وش الكشري نيه. نعملها مع بعض ازاي؟ ده بصل قطع كده جوليان. اللهم صل على النبي. بالطريقه دي كده اهو. بنحط عليها شويه بهارات مع معلقه صغيره من النشا او الدقيق عشان تبقى مقرمشه. لما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. مثلا زي البصلايه اللي بعملها دلوقتي كده جاهزه اهي زي الفل. عندي زيت على النار شديد الحراره. باخد البصلايه دي يا شيخ، اللهم صل على النبي، بحطها هنا كده، بفركها بشويه ملح. بصلايه صغيره كده اهي زي الفل. ممكن تحط كميه بصل حلوه تخلي عندك شويه حلوين تقدر انك انت
تعملي طبق كشري للاولاد اهو، ملح ده على البصلايه، اه البصلايه تتحط على وش الكشري، اه ادي الكركم، ادي البابريكا والكمون، ده كله على البصلايه بغذيها، هو ده. وامسك البصلايه دي يا عم الشيف بمعلقه خل صغيره، اللهم صل على النبي، وعصره ليمون، ده انت مدلع البصلايه على الاخر، اه ما هي دي السر بقى، اه حلو قوي. وعانا معلقه نشا، بسم الله الرحمن الرحيم، هي دي حلوه قوي. حلو، ونقلب دول كلهم مع بعض. بص على الحلاوه بقى، بص على الشقاوه، اه اه دي بصلايه بس هتتكلم مصري على طبق الكشري بتاعنا، هتتكلم مصري على طبق الكشك بتاعنا، لان عاملها شيف مصري دمه خفيف. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، اه اه اه. خد التركيه اللي جايه هتدعي لي، والله والله هتدعي لي، سنه شبت صغيره هتاخدك في مكان تاني وفي حته تانيه، هو ده. اه اه على فين يا عم الشيف، يلا مع بعض يا شباب حبايبي، اه ايه اوه اوه اوه، اه بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، واحده واحده عشان عين البوتاجاز. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي على الريح، هو ده هو ده. خلص الليل كشك، اه وتقلبيهاش بقى، ما تفرحيش انك عملت حاجه حلوه زي الشيف المغازي وتقف في المطبخ رايق وفايق وتقلبيها، لا خالص ولا تيجي جنبها، سيبيها كده زي ما هي، ما تقربيش منها خالص. حلو الكلام، وتعالوا نشوفوا مع بعض صلصه الطماطم بتاعتنا بتاعت الكشك. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، اه اه بسم الله الرحمن الرحيم. ظبط الطعم، اه ظبط الملح، اه اه انزل بالكشك. بيتكلم صعيدي، شهامه قوه شخصيه، اه اه شايفه، هو ده. اه ونسيبه في قلب الصلصه دي يستوي، نغرفه بايه يا عم الشيف بقى، يتغرف في طبق حلو كده، ونزينه بالبصله الحلوه اللي في النار مع شويه الكبد اللي انا حمرتهم مسبقا. اه شفت الكشك ده، الكشك الاحمر، عرفنا الفرق بين الكشك الاحمر والكشك الابيض، ده الاحمر واخد طماطمايه، واخد معلقه فلفله حلوه، معلقه اللي هي الهريسه، معلقه معجون طماطم زي ما انت حابب. اه خدمنا على الشوربه كويس، اه عايزه تعمليه بالفراخ، حطي في قلبيه صدور فراخ او فرخه قطعيها عادي وحمريها وسويها، وبعدين تاخديها تحطها على جنب وتنزلي بالكشك. عايزه تعمليه باللحمه وهكذا، اه يسيبه على النار يغلي، ايه رايكم؟ تمام زي الفل. نبص على البصلايه ما تتقلبش خالص، نبص عليها من بعيد كده ونقول لها ايه؟ ايه ده؟ ايه الريحه الحلوه دي؟ زي ما هي، هتقلبها كتير ايه اللي هيحصل؟ التوبنج اللي انا عامله للبصلايه هينزل في الزيت، فخليها تتحمر بطريقتها كده وبطبيعتها لغايه لما تمسك نفسها وتبقى لها شخصيتها في قلب الزيت. كل تفاصيل عمل الكشك، غلوه الثانيه على النار بياخد القوام الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده كده، اه اه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الكشك له قوام زي البصاره يا شيف، اه بس بيبقى شويه ما فيهوش سماكه، اه شايفين الكشك، اه ده القوام بتاعه. اخواننا في الريف المصري والصعيد المصري اللي بيتابعوني دلوقتي، اكيد حضراتكم لكم وصفه معينه، طريقه مختلفه، ولكن كل الطرق لها طعم تاني ولها شكل تاني، ولكن خلونا نقدم الاكله بالشكل ده كده، اه ده الكشك. في طعم الفراخ، اه في طعم الشوربه اللي انت عاملاها، اه الكشك استوى زي الفل. اه بناخده على نار هاديه عشان عندنا طبق حلو هنعمله مع بعض، وناخد الشوربة دي نركنها على جنب، ونشوف الصورة الحلوة مع بصلاية مقرمشة، شخصية الطبق الكشك أو الكشري. شايف البصلاية في قلب الزيت أهي، ما تتقلبش كتير، سيبيها تتحمر كده تاخد راحتها خالص، هي شوية هتلاقيها إيه في ثواني معدودة اتقرمشت معاكي وزي الفل. طيب أنا عايز أغرف الكشك، كشك جاهز الغرف، والبصلايه الحلوه بتاعتي جاهزه. بص على البصلايه، بص على الشقاوه، بص على الحلاوه، بص على الفطيره دي، بص على الفطيره دي، بص على الفطيره اهي اهي اهي. ايه الحلاوه دي، يلا في طبق جانبي، اه الله. بص على البصلايه، اللهم صل على النبي، والزيت رايق وفايق، سيبيها شويه برضه ما تجيش جنبها دلوقتي، سيبيها تبرد هتلاقيها معاكي زي الفستق الحلبي،
زي الفول السوداني اهي. شفت البصلايه اهي، سيبيها هسه على ما نغرف الكشك بتاعنا اهي، سيبيها شويه هتشوفي دلوقتي وهي بتتكسر في ايد وانا بقلبها اهو اهي. ريحه الشبت فيها وريحه البهارات فيها ما اقولكيش. هنيجي مع بعض دلوقتي نغرف ايه يا عم الشيف الكشك بتاعنا، ونخلي ده هنا كده زي الفل. الطبق ده حلو لغرف الكشك، ده جاهز. عايز اجيب طبق العيله ده. مهم جدا لما تغرفي اكله زي دي كده من الريف المصري او الصعيد المصري، لازم تغرفيها في طبق حلو له شخصيه عشان العائله كلها ايه تاكل منه. ادي الطبق بتاعنا الكشك بتاعنا. بص على الحلاوه، بص على الجمال، بص على الحلاوه، بص هنا، بص على الحلاوه اهو 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 اهو. اصحى معايا، ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهو اهو كشك نازل بيتكلم ايه؟ اهو اهو بيتكلم مصري اهو. ده الكشك الاحمر بطعم ايه يا عم الشيف؟ شوربه البط. بطعم ايه يا عم الشيف؟ شوربه الفراخ، شوربه لحمه اهو اهو. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شويه كشك تاكل صوابعك وراه فله. لسه ما خلصتش. حلوه. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنجيب بقى التقديم بتاعنا، معانا كبد فراخ اللهم صل على النبي، ومعانا بصلايه مقرمشه اللهم صل على النبي. مهم جدا الجو ده. ايه الحلاوه اهي. ممكن بدل كبد الفراخ صدور فراخ زي ما انت عايزه. ده الجديد بقى، دي الحلاوه هنا. شفت انت الكشك بكبد الفراخ قبل كده؟ لا ابدا، ما عداش عليا. حاجه جديده، والشطاره في انك تعملي حاجه جديده، ولكن تفاصيل صغيره والطعم كبير. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ لا لسه لسه جاي لك انا بالتقيل حبيبي. مخرجنا بيقول لي حط شويه. انت عامل بتاع دي اسمها ايه ديت؟ شتو برضه انا عارفها، لسه 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 باكلها والله. بتتعمل بالسمنه البلدي اسمها ايه؟ عصيده؟ تحط عليها سمنه؟ العصيده اللي بتحط عليها سمنه يا شفيق. ناخد البصلايه الحلوه دي كده. لسه بقى شوف التركيه اللي جايه دي بقى. شفت شويه الخضره دول؟ دي يا عم الشيف دي كزبره. سامع الصوت؟ شايف سامع؟ شايف شايف؟ بص 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 على الحلاوه، شايف الجمال، شايف الدلع، شايف البصلايه الحلوه؟ شايف التكنيك العالي والخضار اللي فيها؟ ده على فين؟ على طبق كشري؟ على طبق بصاره؟ على طبق كشك؟ عملت الكشك ده قبل كده لاولادك؟ ابدا. اللهم صل على النبي. البعض ممكن يقدمه مع الكشنه اللي هي طماطم وصلصه طماطم ومعجون طماطم، بس انا حابب اقدمه النهارده بشكل جديد. اللهم صل على النبي. تفاصيل صغيره، المعنى كبير، والطعم جديد. الف هنا وشفا للي ياكل. دي عايزه شويه عيش بلدي من الطابونه اللي على الناصيه، وبالف هنا وشفا. نروق الدنيا كده الكاونتر بتاعنا عشان نفرد العجينه بتاعتنا ونحمر البغاشه. فرصه العجينه هنا بتاخد مرحله تخمير اوليه. حلو قوي، تمام زي الفل. انا عايز مخرجنا الجميل ربنا يكرمك يا رب ويقعدك بزياره النبي قول امين، نجيب الصوره قبل وبعد. توسع كده الحاجه الحلوه دي كده. جيب له الصوره قبل وبعد. اللهم صل على النبي. حبيبي حبيب هارتي. ده قبل وبعد. هتقول لي اتعمل ازاي؟ الخبره الطهيه الجمال والحياه. والله العظيم انت برنس، روح الله يوفقك. الخبره الطهويه هنا بتلعب دور كبير جدا. تفاصيل تاني، نستاذنك يا استاذ رحاب مقادير الكشك الصعيد الاحمر على الشاشه مع الصوره قبل وبعد، عشان بس نعرف ازاي لو انت عايزه تخش المطبخ تعملي اكله حلوه لها تفاصيلها ولها طعم تاني. نص كيلو من كبد الفراخ غير مسار الكشك خالص وخد طعم تاني. بشوربه الفراخ اللي عندك او شوربه البط، او تعملي بوكيه جرنيه على الحله بتاعتك
بصلايه تومه عود كرفس حلو شويه بهارات حلوين ميه بتغلي على النار بقى عندك طعم حلو قوي.